محاولة اغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ده الخبر اللي بقى منتشر في كل مواقع التواصل الاجتماعي، بقاله كده فترة. يعني اليوم طبعا طبعا في ناس نفت وفي ناس، وبعض الفضائيات أكدت على الخبر. اهلا وسهلا بيكم، بتمنى لو اول مره بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو الضغط على اللايك. فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادث مروري عن تعرض محمد بن سلمان لمحاوله اغتيال، وتم تداول عده فيديوهات، و منهم فيديو يعني ده قديم جدا لحادث مروري ولا يوثق ابدا العملية، ومتداول عدة فيديوهات كمان في مواقع اخبارية وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض قنوات تلفزيونية عن مقطع فيديو يعني اللي نشروه بيدعوا انه بيوثق محاولة اغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكان معاه رفقة من عدد اعضاء الحرس الملكي في العاصمة السعودية الرياض. ويعني ممكن ناس قالت ان ده ادعاء، اول مرة يتم طبعا نشر هذه المقاطع عبر حساب على مواقع يعني اخبارية ومواقع في طبعا النت والتواصل الاجتماعي. كمان كان في تغريدة يعني تم اخذها على محمل خطير جدا، والتغريدة دي كانت لسياسي كبير جدا، و هو اللي قعد بقى يعني يوثق الحادث. ويعني مفيش حاجة بتثبت ذلك بالظبط، في بعض الجهات بتنفي وفي بعض الجهات بتؤكد، وبيقولوا ان ده ادعاء وشيء مضلل، وان المقطع الفيديو قديم وبيرجع لحادث مروري سابق وقديم في الرياض، ولا وجود لأخبار عن محاولة اغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وكان حريق يعني بقى تصادم سيارتين في الرياض في العاصمة الرياض. بالبحث عن اللقطات الرئيسية من مقطع الفيديو المتداول يعني وجد ان المقطع الاصلي اتنشر بتاريخ 16 مارس عبر حساب كان على تيك توك بيحمل يعني الفيديو، ونقلته عنه حسابات كمان تانية على مواقع عدة من موقع اكس، وفي النسخة الكاملة من المقطع اللي قصها يعني اتقصت وبقت متداولة، وادعوا الكلام ده وان ولي العهد كان في محاولة للاغتيال. وده كان حريق بيقال انه كان على طريق الملك سلمان. ووجد يعني ان حساب النشر الاصلي على تيك توك، ده كان نشر اصلي وتم يعني سرقة الفيديو واقتصاصه ونشره على عدة مواقع اخرى. وكمان الحسابات اللي نقلت المقطع يعني في وقتها على موقع اكس حذفوا جميعا او كلهم المقطع، لكن بالبحث عن الكلمات المفتاحية ذات الصلة وتحديد النتائج بالبحث بيوم 16 مارس الماضي وصل الى اخبار سعودية محلية تم نقلها عن اعلان المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية اخماد حريق اندلع في سيارتين كانوا في الرياض. ونشر الدفاع المدني في صباح اليوم نفسه صورة للسيارتين اللي يعني تم حرقهم او حصل فيهم الحادث واحترق نتيجة الحادث المروري في الرياض،
وأكدوا عدم وقوع إصابات، يعني محصلش أي نوع من الإصابات. ومعالم الصور اللي تم نشرها الدفاع، يعني اللي نشرها أساسا كان الدفاع المدني بمعالم المقطع المتداول، زي ما يعني اتوزعت حروف وأشكال على يافطة متجر مضيئة، وكمان الواجهة الزجاجية الشبكية ونوع السيارة المحترقة ولونها كمان. يعني حددوا الحاجات اللي كانت في الفيديو، ويعني بينوا كمان لونها والنوع بتاعها، وتبين انهما بيعودوا للحادث نفسه. وطبعا لا وجود لتوتر امني في الرياض، ولم تنشر وزارة الداخلية السعودية اي بيان او معلومات تتعلق بحدث امني او محاولة اغتيال لولي العهد، كما لم ينشر الادعاءات عبر الاعلام الرسمي او على اي وسيلة اعلامية ذات صدقية. يعني بيقولوا ان الموضوع مجاش ببيان رسمي، ومدام مجاش ببيان رسمي يبقى ملوش مصداقية، ولم يتم يعني تداوله او نشره على قناة اخبارية كبرى. فطبعا في يعني من الصباح الخبر متداول، وفي ناس بتؤكدوا تماما بيؤكدوا هذا الخبر، ان تم التعرض لمحاولة اغتيال لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وطبعا السعودية بتنفي الخبر وقالت ان ده فيديو متداول ومقصوص، ويعني قالت كده قصة، وعشان تثبت ان مفيش حصل اي محاولة اغتيال لولي العهد السعودي. في الاول الاخير سواء كان حصل محاولة اغتيال او محصلش محاولة اغتيال، بنتمنى كل الامن والامان لولي العهد وللسعودية. وطبعا حتى ان كان في فعلا محاولة اغتيال فهي فشلت اكيد، وولي العهد بخير. وطبعا في كان عدة توقعات من ناس كتيرة، يعني من المتوقعين كتار جدا، وقلنا توقعاتهم كانوا بيتوقعوا بهذه الحادثة، وبيتوقعوا حوادث أخرى للأسف للمملكة. بيقولوا بسبب الانفتاح، وبسبب ترك الشيخ، وبسبب الانفتاح اللي عمله ولي العهد. بنتمنى كل الخير طبعا أساس الإسلام السعودية، ويعني الأماكن المقدسة كلها في السعودية، بنتمنى لهم كل الخير. ولكن ده الخبر اللي متداول من الصباح، وفي معلومات كتير بتؤكده زي ما السعودية نفته، ولم يعني تصدر أي بيان رسمي. وفي ناس بتقول إن هو حدث وتم إخفائه، ولكن في الأول والأخير بنتمنى كل الخير للأمة العربية وللسعودية بالذات. شكرا جدا لاستماعكم.